قال الرب يسوع: سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يحاكمك ليأخذ قميصك فاترك له رداءك أيضا، من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه ميلين، من يسألك فأعطه، ومن يريد أن يقترض منك فلا تحول وجهك عنه. سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، لأنه يشرق بشمسه على الأشرار والأخيار ويسكب غيثه على الأبرار والفجار. فإن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أنفسهم يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم وحدهم فأي فضل عملتم؟ أليس الوثنيون أنفسهم يفعلون ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. حقا والأمان لجميعكم. الحقيقة ما بعرف شو بدي سمي هيدا النص، يمكن من أجمل نصوص الإنجيل ويمكن الأصعب، لأنه الإنسان صعب أنه ينفذ هالبنود اللي سمعتوها بطريقة عن جد هيك من قلب قلبه. مرات برجع بسأل حالي، أنا وهالمؤمنين وكل اللي مرقوا قبلنا واللي جايين بعدنا، هل المقياس بالنسبة إلنا بعضه واضح؟ هل تعليم يسوع عن جد بعضه بيلهمنا وبيتحدينا؟ بسأل حالي قديش أنا ككاهن وكل المؤمنين قادرين يعيشوا هالأبعاد اليسوعية ويغمقوا ويروحوا لأبعد ما يكون في تنفيذه وتطبيقه عمليا بحياتهم اليومية. بقول كتار مرقوا نفذوا وعاشوا واختبروا وتركوا بصمات حلوة، كتار فشلوا، كتار نفذوا على فترة على زمن معين لأنه كانت هيك الروح عندهم قوية جدا، بقلبهم كان في فلام شعلة بفترة زمنية خلتهم يعملوا إنجازات كبيرة، ولكن ما عرفوا يثبتوا على هالأعمال تدوم أعمالهم إلى ما لا نهاية، ويورتوا هيد القناعة للأجيال اللي بدها تجي. مشان هيك إذا بيجي بتطلع اليوم على المستوى الشعبي على مستوى الكنسي كمسيحيين بلبنان وبالعالم، بقول وكأنه المسيحي عامل مقياس خاص ومرات ما بيحب يتخطى هذا المقياس، يعني بيقدر يقول هالقد وبزيادة، هالقد كفى، أكتر من هيك بيضحكوا علي، أكتر من هيك بيستغبوني، خليني يكون بالنسبة لإلي وللعالم على القليلة بحالة قناعة، اقتنع بأنه هيدا المقياس بيكفيني. مشان هيك بقول كتار اشتغلوا على مقاييس خاصة بس مش مقياس يسوع، كتار اشتغلوا على هالشي. بسأل حالي هل المسيحيين بيعرفوا شو مقياس يسوع؟ وبتفاجأ انه بالحقيقة المسيحيين بيعرفوا شو المقياس، يعني مش صعب انه يعرفوا يرددوا هالكلام اللي دايما منردده على مسامعهم بكل عيزاتنا. سمعتوا انه نقال العين بالعين والسن بالسن، اما انا بقول ما تقاوموا الشرير. عظيم، كلام واضح. من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا، بيعرفوها الناس.
من أراد أن يحاكمك ليأخذ قميصك ولك اترك له ثوبك كمان؟ من سخرك ميلا لك مشي معه ميلين، طلب منك أعطيه مجانا، أخذتم مجانا أعطوا. المسيحيين بيعرفون أخوتي، هدول المسيحيين سامعينهم كتير، بيعرفون كتير. سمعت أنه قال أحبب قريبك وأبغض عدوك، أنا بقلكم حبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لمضطهديكم. المسيحيين بيعرفون. على مقياس المعرفة نعرف، فهنيئا للمسيحيين لأنهم بيعرفوا. وحلو كتير أنه الإنجيل بيقول الحياة الأبدية هي أن يعرفوك، بيعرفوا يسوع على هالمقياس. هني عندهم تكت للحياة الأبدية حصلوا عليها، يحي بإيدهم، الدعوة بإيدهم، الخلاص بإيدهم، منه من برا جاي، الخلاص صار ساكن فيهم، الله صار عمانوئيل معهم بكل لحظة. على هالمقياس أخوتي نحن عم نطبق. ولكن قديش منقدر نثبت؟ قديش إذا عن جد عذبنا طهدنا قديش قادرين نثبت على هيدول الاشياء؟ ممكن اعمل من سخرك ميلا فامشي معه ميلين، اعملها مره اعملها مرتين، بس يا هل ترى قادر اثبت على هالشي وتصفي هالقناعه اللي هي ثابته وراسخه بحياتي كرجل اختبر موت وقيامه يسوع وبيعرف يعني الشغله عم تولد معه كل يوم، لا كود نيسانس، نيسانس افيك، ولاده مع، عم تولد معه هالقناعه يوميا، بتنام وبتقوم معه لبسته. انا بقول نعم بيعرفن، قديش ثابت عليهم وقديش بيعيشن يوميا. هيدا هون اللي بدنا نرجع ندوزن، لانه بالحقيقه اوتار كتير ارتخت، اوتار كتير من المسيحيين عبر الزمن ارتخت، ولبل ارتخاء سبب بأنه النشاز يكبر، النشاز على الصعيد الوطني، النشاز على الصعيد الإنساني والاجتماعي والأخلاقي صار كتير مهزوز، لدرجة أنه بيقول عن جد قادر الإنسان يعيش هيدي الأبعاد هيدي المقاييس؟ الرب كان واضح، ليكون الرب شو مهم إخوتي بهيدا المقياس، بيقول إلهكن يشرك بشمسي على الأشرار والأخيار، على الفجار والأبرار. وانتبهوا ما ميز، وهالشي بيعمله كل يوم على مر التاريخ، ولا مرة اجا قال خلاص كتر الفجور وهيدا الشي مش مقبول، بدي أقصم، بدي حلها، بدي خلي الأشرار والفجار يعرفوا انه أنا حي. وقام شو عمل؟ صار تحت سقف واحد في صيف وشتي على ناس وناس. ما عمل الرب، ما عمل الرب. ليش انت كمسيحي كرسول كسفير يسوع بتميز؟ ليش عم بتميز هيدول الفجار وبتهز براسك وبقلبك في حق اتجاههم بتقول ولك بقبلهم شوي بس بعدين الله يغمق لهم وبفرجيهم ورح دبرهم، بينما الاخيار بتقول هيدول ناس، هيدا شعب بيفهم، هيدا شعب نحن بدنا اياه، وهودوليك صرت انت نسيهم. ليه؟ فاذا عندنا مقياسين اخوتي، ودائما عندنا مقياسين، هيدول المقياسين بخلونا دائما بحاله ما بعرف، مثل ما بيقول بسفر الرؤيا اخالك لست حارا ولا باردا، فاترا اكاد اتقيأك. بدك تكون حار، بتكون حار بايمانك وثابت بايمانك حتى المنتهى بدون تمييز. حكيوا بزمن بالتمييز العنصري، حكيوا بزمن على التمييز على الاشياء. يا خيي مرعم نعمه موهبه التمييز الله عطيها من مواهب الروح انك تميز. طب ليش صرت عم بتميز وصرت فئوي بتمييزك؟ هون في مقياس اخوتي ضاع، وفي مشكله، لانه هيدا المقياس بخربت مقياس المحبة، انك تحب بلا مقياس. بلا مقياس معناتها مش صيف وشتي تحت سقف واحد ابدا. وبيروح بالاخر بيقول لهم اذا سلمتوا على اخوتكم وحدهم شو فضلكم؟
أليس الوثنيون هون عم بيقول يا عم ما الوثنيين بيعملوا هيك؟ فإذا أنت شو؟ امبارح سمعناها بالإنجيل إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين، إذا ما زاد لن تدخلوا ملكوت الله. فهون عم بيقول لهم مش الوثنيين أنفسهم بيعملوا هالشي، فإذا الوثنيين بمارسوا اللي نحن مرات كمسيحيين عم نمارسوا، بميزوا بميزوا مش تمييز الله، بميزوا تمييزهم البشري. مشان هيك بيقول بأجمل ما قاله الرب يسوع كونوا كاملين. كاملين إخوتي، شوف الصورة بطريقة كاملة كما أن أباكم السماوي كامل هو. مش الكمال منه أنك مثل ما أنت بمقياسك الشخصي، أنا نظرتي للأمور هي هيدا الكمال، لا، في مقياس الله. وكل مرة بتبعد وبتبعد عن الصورة بتصفي تشوفها بطريقة أوضح، بتصفي تشوفها قديش هي صغيرة وأنت الكبير. بس نحن إخوتي مرات مندمجين بروح العالم، مثل ما قلت لكم الناس بتقول عنك غبي، بتقول عنك عن جد هيدا الزلمة راسه مش مزبوط مش ظابط، ليه كيف بيتصرف؟ بيضحكوا عليك ليه؟ لأنه مقياس العالم منه مقياس الله، لأنه الكمال بالنسبة للعالم منه الكمال بالنسبة لله، لأنه صورتك أنت بعد مهزوزة. شو بحب اليوم إخوتي نقدر نفهم ونستوعب أنه عن جد القصة فيها مقاييس ودوزاج بتدوزن الإشياء بطريقة. تصوروا إذا الفرماشاني لعب بالدوزاج تبع الدواء، أنت بتاخد دواء وبتتسمم وبتموت. كل شيء إذا بينلعب فيه بمقياسه أنت بتدفع الثمن، أنت بتدفع الثمن، صحتك بتدفع الثمن، عالمك بيدفع الثمن. لعبنا بمقياس الطبيعة ليكو الطبيعة شو عملت فينا، لعبنا بمقياس الأرض وحركة الأرض وعطاءات الأرض ليكو الأرض كيف عصيت، لعبنا بمقياس العلاقات الاجتماعية ليكو الناس كيف اليوم بحالة ثورة، لعبنا بالمقياس الكنسي ليكو العالم بأي برودة وأي فتور عم بتعيش. ما في مقياسين إخوتي، في مقياس واحد، وهذا المقياس اللي عم بيحكي عنه. مشان هيك مش بس بتكون تصلوا من أجل مضطهديكم، صلوا لحتى ولا تملوا، أصلا هو بيقول صلوا لحتى المقياس يضل واضح. إخوتي واضح، اليوم عم بحتفل أنا وياكم مع جماعة كمان أذكرني في ملكوتك، في مقياس واحد إخوتي، ما في مقياسين. بدك تكون مع يسوع بمملكته، بدك تموت وعن جد عيش براحة وسلام، بدك تعيش مقياس يسوع. اللص التائب قال له اذكرني متى أتيت في ملكوتك، ما باعوا حكي وما قال له فكر بالموضوع وما قال له ليك خليني شوف إذا رزنامة حياتك بتتوافق مع أنك تكون بالسماء. كان بيكفي أنه بهاللحظات يطلب من قلبه ويقول له نعم، أو شيء اعترف بخطيته، نعم أنا غلطت وأنا بستاهل هالعذاب، هذا الإنسان بر وما بيستاهل هالعذاب. بيكفي أنه يكون عمل اعتراف، وبيكفي أنه يكون طلب من قلبه أنه بده مملكة الله، بده مملكته لهيدا اللي كان مصلوب حده، لجاره، لرفيق صلبه. وبيكفي أنه يسمع كان اليوم بتكون معي بالملكوت. سو اليوم عم نقول لكل شخص شاركنا عبر هالسبع سنين بمسيرة حلوة كتير، هيدي المسيرة اللي دامت سبع سنين لليوم، وإن شاء الله إلى سبع مرات سبعين، مش هيك بقول الإنجيل؟ إن شاء الله هالمسيرة اللي عملناها سوا اللي فيها صلينا كتير لأشخاص حلوة، هل مثل ما بقولوا نبلسم جراحهم. الكنيسة اللي بدي سميها المتألمة، الكنيسة المتألمة، حلو إنه هالمسيرة اللي عملناها معهم تكون عم تعطي ثمار. وأنا من الأشخاص اللي دايما بيقولوا إخوتي تخيلوا معي بإحصى صغير، إذا مليار ونص مسيح اليوم على هالكوكب موجودين وبياخدوا قرار هالمليار ونص مسيحي إنه كل يوم يذكروا أمواتهم ويذكروا هالنفوس المتعطشة للخلاص، إذا كل يوم وجهنا
كلمة يسوع وخلاص يسوع وأنظار يسوع وأنظارنا نحن كلنا سوا صوب هذا المطرح اللي فيه كنيسة متألمة اللي بيعنولنا هالناس. تخيلوا معي قديش منكون عم نسقي من هالنفوس العطشانة للخلاص. تخيلوا معي إذا نحن على عبر 365 يوم وجهنا يوميا نظرنا وصلاتنا إلى هيدا المطرح، صدقوني كان فضي هيدا المطرح من زمان وزمان كتير. بس بعدنا لليوم بأسبوع الأبرار والصديقين ما بعرف ليش منصلي على نية حالنا ومننسى أنه في عنا كنيسة متألمة. نحن الكنيسة المجاهدة نعم، بس في كنيسة متألمة وبدنا نصوب نظرنا تجاهها. مشان هيك خصصنا بكنيسة مرتقلة بالسد كل نهار خميس، مش مرة بالشهر، كل نهار خميس تعوا حتى 200-300 شخص نصوب نظرنا وإيماننا وصلاتنا نحو هيدا المطرح، تنفضيه من الألم اللي فيه، من الوجع اللي فيه، من يمكن الانتظار والشوق اللي فيه، من هالفراغ، من هالحال اللي بيعيشها الإنسان وقت اللي بيكون بردان، وقت اللي بيكون يابس، وقت اللي بيكون متعطش للخلاص وما في نفس مرات حية عم بتوجه له هالنقطة خلاص. نهار الأحد رح يكون القديس بعد يومين على نية هالموتى، وخاصة مع الإنجيل الرائع اللي بيحكي عن لعازر والغني اللي بيقول له بعت لعازر، خيي لعازر يبل طرف أصبعه طرف أصبعه ويرتب حال إلي أنني هالك في هذا المكان. تصوروا قديش عن جد الحاجة كبيرة، ونحن أخذنا قرار نحن وكتار من جماعة أذكرني في ملكوتك أنه عن جد هيدا المطرح اللي بيسموه المطهر بدنا نفضيه من كل الناس اللي موجودين بحالة انتظار. شو بدنا نعمل؟ لازم نعمل المستحيل، لأنه هيدول الناس بيعنولنا، ونحن بكرة إذا دخلنا إلى هالمطرح يمكن لأنه عنا نواقص، لأنه معرفنا جهدنا كفاية، نحن كمان بحاجة أنه يخلق ناس من بعدنا وجماعات من بعدنا توجه نظرها ويمكن حقيقة صلاتها اللي هي هالقد قادرة تفعل إلى هيدا المكان، إلى هالنفوس اللي هي نحن العطشانة لخلاص يسوع المسيح. أنا معكم اليوم إخوتي بدي هني ربنا على هالمجموعة الكبيرة من الناس اللي كرست حياتها لهالمشروع الضخم، ونحن صرنا كمان جنود بهذه الجماعة وبهالمشروع لأنه القصة بتعني لنا، لأنه القصة لازم تكون قصة حياة، لأنه ربنا هو القيامة والحياة، هو اللي قال من آمن بي وإن مات فسيحيا. نحن مؤمنين بالحياة وبالقيامة، لذلك علينا أن نؤمن بحالة الرجاء والخلاص لكل الناس. آمين.